نسأل سؤال بسيط، وهو تقييمك العام على مباراة امبارح. هي يعني خلينا نقول ان هو زي ما انت قلتي الزمالك في الاخر خرج بالمطلوب، بالظبط. ودي اهم حاجه. اول ماتش دايما في يعني اول كام ماتش، مش اول ماتش بس، اول كام ماتش كده في البطولات في الدوريات بيبقى صعب، خاصه لما تكون بتلعب فرقه هي بطل الدوري. اوكي. لو انت داخل يعني لو في ماتش مصارعه وبتلعب قدام كذا واحد، ولا حتى داخل خناقه، اول حاجه بتعملها انك عايز تضرب اضخم واحد عشان الباقي يخاف منك. ايوه. فهي دي نفس الفكره، اي فرقه هتلاعب الزمالك لاول مره في اول كام ماتش كده في الدور الاول والثاني والثالث مثلا، هتلاقي كل الفرق داخله بدوافع جامده جدا وداخله بتموت نفسها على الماتش. ماتش زي امبارح ده بنسبه كبيره جدا كل الناس كانت متوقعه، كابتن طارق العشري راجل دفاعي جدا، فكل الناس كانت متوقعه المباراه هتبقى ال10 ورا ويبدا يلعب على الهجمه المرتده، خاصه في صحيح. سموحه عنده ادوات اكتر يلعب بيها على الهجمه المرتده اكتر ما كان في طلائع الجيش. ولكن سبحان الله العكس تماما، انا شايف كنت شايف ال10 قدام، صح، كان انا برضو بيهاجم هجوم استغربت شرس منها. جدا. او بالظبط، هو كان بيهاجم هجوم شرس جدا، ربما هو كان بيلعب على انه يلخبط فيريرا، او يعني خلاص انا 20 سنه الناس عارفه ان انا بدافع، لا النهارده بالظبط. هلخبط كل الاوراق. ولكن في الاخر فعلا هو نجح على فكره في الشوط الاولاني بشكل كبير وكان مسيطر لحد ما، ولكن فيريرا كالعاده هو احسن مدرب. رغم غالبا احنا الاستحواذ كان معانا اكتر في الشوط الاول، مظبوط، بس هو لكن كان هو عارف نجح يخنقنا، يعني بالظبط، فاهم، نجح حاسس تكتيكيا مخنوق، وقدر صح. يوصل في كام كوره كده وقدر يضغط كان عامل ضغط متقدم كويس جدا فعلا. ولكن في الاخر فيريرا كالعاده هو احسن مدرب في مصر، وانا هكرر ده الكلام ده اكتر من مره، فيريرا سواء مع الزمالك او مع غيره، لكن فيريرا عبقري عبقري، هو احسن مدرب في مصر، بيعرف يقرا الماتش وهو شغال. الراجل بيعرف ده يأدابت مع الظروف ممكن بشكل يبدا مش الماتش طبيعي، غلط، صحيح. ممكن يبدا الماتش غلط ما عندوش اي مشكله، فما فيش بيصلح غلطه بمنتهى البساطه، تبديله والتانيه بتلاقي الماتش اتقلب وكل حاجه رجعت زي ما مطلوب بالظبط. صحيح. فهو ده اللي حصل برضو امبارح، فيريرا قرا الماتش بشكل كويس جدا، عرف اللعبه اللي بيلعب عليها، غير التغييرات بتاعته في التوقيت المناسب، اديته النتيجه اللي هو محتاجها.